طيب هعمل ميثود هنا public operation result place order وهديها parameters نوع product و integer quantity و boolean include address و boolean send copy. عايز اعرف الاوردر ده بيحتوي على عنوان العميل، وهل هبدا اعمل سند كوبي للفندور ولا لا. هقول مثلا هنا var order text equal الاوردر from cocm plus product dot product name او product id. هنا هقول له if لو الـ include address البوليان دي بترو هيخلي الـ order text يزيد يبقى with أو include address. يعني لو البارامتر ده قيمته بترو هيزود لي على النص ده كلمة include address. طيب لو السند كوبي بترو هيزود لي على النص ده سند كوبي، وبعدين هرتر بنيو اوبريشن ريزلت. هاجي هنا هقول له var result string equal vendor dot place order، وهستخدم الميثود اللي عاملينها اخر واحده، هديله البرودكت والكوانتيتي، وهديله البولين انكلود ادرس هقول له ترو مثلا، والسند كوبي هقول له فولس. طيب لو جيت قلت response dot write اطبع لي قيمة البوليان success وكمان قيمة ال result 3 المرة دي dot message، المفروض هنا result 3. تعالوا نعمل بيلد ونجرب. فعلا ترو وانكلود ادرس زود لي انكلود ادرس وما زودليش سند كوبي عشان السند كوبي بفولس. طيب ممكن استخدم الكلام ده بطريقه تانية. ممكن اعمل هنا في كلاس الفيندور public enum او enumeration اسمها انكلود address. طيب انا include address اللي هي كانت البوليان كانت بتاخد true او false، ممكن هنا اقول له yes و no. طيب لو عندي اكتر من احتمال ممكن ازوده مثلا home address work address. يبقى الفرق بين الانم والبوليان ان الانم ممكن احط اكتر من قيمه او استخدم اكتر من قيمه بخلاف true او false. public enum send copy هقول له هنا yes و no. طيب عشان استخدم الانم كبارامترز في الميثود اللي اسمها place order هاجي هنا هاخد كده الميثود دي قبل، بس بدل البوليان هقول له الانم اللي اسمها include address بدل البوليان include address بالشكل ده. طيب وهنا بدل البوليان send copy. طيب هقول له لو البارامتر اللي هو انكلود ادرس بيساوي الانم دوت يس اعمل لي الكلام ده، ولو البارامتر اللي سند كوبي بيساوي انكلود ادرس او سند كوبي دوت يس اعمل لي الكلام ده. طيب لو جيت هنا استخدم في الصفحه
اسمها vendor sbx، استخدم الانم، هقول له هنا var result 4 equal vendor dot place order. طيب انا عايز الميثود اللي هي بتاخد مني product quantity وبتاخد مني انم vendor dot include address و vendor dot send copy اللي هي الانم send copy. هقول له product و quantity 9 مثلا. طيب include address عشان استخدم الانم لازم اقول له vendor اسم الكلاس اللي موجود فيه الانم dot اسم الانم دوت القيمه، ادي له مثلا يس. طيب والسند كوبي انم هقول له برده فيندور اسم الكلاس مباشره دوت اسم الانم دوت نو مثلا بالشكل ده. يبقى كده قدرت استخدم الانم عن طريق الميثود بارامترز. في بعض الاحيان بيكون عندي بارامتر زياده او انا عايز اخلي استخدامها بشكل اختياري. طيب ازاي اعمل الكلام ده؟ هاجي هنا مثلا في الميثود اللي اسمها بليس اوردر اللي بتاخد مني فور بارامترز، هاجي هنا بعد الديت او الدليفري ديت ميثود هقول له بيساوي نل. طيب بالشكل ده هخلي الميثود دي اوبشنال. الفيجوال ستوديو هنا معترض بيقول لي ان الاوبشنال بارامترز لازم يكون بعد الريكوير بارامتر، لازم الاوبشنال بارامتر يكون في الاخر. طيب يبقى عشان احل المشكله دي هنقل البارامتر ده اخليه اخر بارامتر. طيب او ان انا اخلي البارامتر اللي بعده اوبشنال لو انا عايز اخليه اوبشنال. طيب هقول له بيساوي الحاله دي مش نال لانه سترنج، هخليه مثلا ستاندرد ستاندرد اوردر مثلا. تمام. طيب يبقى انا خليت البارامتر اللي اسمه ديليفر ديت اوبشنال عن طريق ان انا اديته قيمه نال، والبارامتر اللي هو من نوع سترنج انستراكشنز خليته برضو اوبشنال عن طريق ان انا اديته قيمه افتراضيه. اما اجي استخدم البارامتر اوبشنال هقول الفيندور دوت بليس اوردر عندي برودكت كوانتيتي وتو بارامترز ديليفري ديت وانستراكشنز اوبشنال. طيب هقول له خد مني البرودكت والكوانتيتي مثلا 10 وخلاص، مش لازم اعمل باسنج للبارامترز لانها اوبشنال. تعال نعمل نص الثانيه public boolean مثلا وهدي له برودكت وهدي له انتجر كوانتيتي. كمان هنا هدي له string order تكست. طيب قبل السترينج اوردر تكست هحط كلمه ريف او كلمه اوت. طالما حطيت كلمه ريفرنس او ريف او كلمه اوت معنى كده ان البارامتر ده هيكون باي ريفرنس. هاجي هنا اقول له فاريبل سكسس بيساوي ترو واقول له ان الاوردر تكست بيساوي مثلا order from COCM و return success. تعالوا مع بعض هنا كده نعرف variable اسمه order text hello from my application، هقول له var result 5 equal vendor dot place order، هقول له product وسبعة مثلا و هقول له ref order text. طيب أول حاجة علشان أستخدم reference parameter لازم أحط كلمة ref، يعني أنا علشان أستدعي الميثود اللي بتحتوي على ref parameter لازم برضو هنا أكتب ref قبل ما أعمل passing للبارامتر. هل الميثود دي هتكون نتيجتها ايه؟ لو جيت قلت response.try result 5 plus الاوردر تكست، طبعا هتقول لي ان انت متوقع ان قيمه الاوردر تكست اللي هتطبع على الصفحه تكون hello from my application. طب تعال نشوف كده، هعمل build
قبل ما اعمل بيلد احط ده كده في ديف علشان يظهر بشكل واضح. هعمل بيلد وريفريش، القيمه ترو والاوردر تكست اوردر فروم سي او سي ام. طب ازاي حصل الكلام ده؟ انا هنا معرف متغير اسمه اوردر تكست ومديله قيمه هلو فروم ماي ابلكيشن، يبقى المفروض لما اجي اطبع المتغير ده نفس القيمه اللي هي هلو فروم ماي ابلكيشن تطبع. الكلام ده ما حصلش لان هنا عندي البارامتر اللي هو اوردر تكست من نوع ريفرنس. طيب وطالما من نوع ريفرنس يبقى هيرجع القيمه اللي داخل الميثود اللي هي اوردر تكست اوردر فروم سي او سي ام. طيب لو انا عملت ميثود نفس الميثود عشان نفهم اكتر، نفس الميثود بس خليت البارامتر ده مش ريفرنس، خليته بارامتر عادي سترينج، وجيت هنا استدعيت هذه الميثود اللي هي بليس اوردر من غير ريفرنس. تعالوا كده نقف هنا بريك بوينت ونمشي مع الكود واحده واحده ونشوف ايه اللي بيحصل عشان نفهم اكتر. هضغط اف 11. هنا الاوردر تكست زي ما انتم شايفين هلو فروم ماي ابلكيشن. طيب لو ضغطت اف 11 كمان القيمه ما زالت هلو فروم ماي ابلكيشن. طيب لو نزلت هنا ونفذت الاوردر تكست قيمتها هنا اتغيرت بقت اوردر فروم سي او سي ام. ده طبيعي لان انا هنا بغير قيمتها بقول الاوردر تكست بيساوي اوردر فروم سي او سي ام. طيب لو كملت قلت اف 11 هنا الاوردر تكست هنا ما زالت هلو فروم ماي ابلكيشن. لو نزلت وطبعت القيمه هلو فروم ماي ابلكيشن، القيمه اللي انا غيرت قيمتها هنا في الابلكيشن بتاعي الويب ابلكيشن فضلت زي ما هي هلو فروم ماي ابلكيشن. طيب معنى كده ان الريفرنس بارامتر اقدر استغله في ان انا ارجع اكتر من قيمه من الميثود. تمام؟ يعني مثلا لو جيت هنا رجعت دي ريف عملت ران اف 11 اوردر تكست هلو فروم ماي ابلكيشن. طيب اف 11 كمان الاوردر تكست هنا برضو هلو فروم ماي ابلكيشن. طيب لما بغير قيمتها هتنزل تتغير هتبقى اوردر فروم سي او سي ام. طيب في البارامتر اتغيرت بقت اوردر فروم سي او سي ام. طيب لما اجي استخدمها في الميثود بتاعتي بالشكل ده وقلت كلمه ريف خلاص قيمتها اتغيرت زي ما انتم شايفين، الفاريبل ده اللي انا معرفه ومديله قيمه اتغير بقى واخد القيمه اللي راجعه من الميثود. يبقى علاوه على ان الميثود اللي اوردر تكست بترجع لي ترو او فولس، كمان اقدر اخليها ترجع تكست او سترنج او انتجر او اي نوع من داخل الميثود. طيب نفس الكلام بالنسبه لاوت، مفيش اي فرق. لو جيت قلت اوت هتديني نفس النتيجه مفيش مشكله. طيب هاجي هنا طبعا هغير في الميثود اخليها اوت مش ريف. تمام بالشكل ده نفس النتيجه مفيش اي مشكله. بس ايه الفرق بين الريف وبين الاوت؟ هنا لو وقفت الكود ده الاوردر تكست هيديني الفيجوال ستوديو هيعترض هيقول البارامتر ماست بي اسايند الاوردر تكست. طالما استخدمت كلمه اوت يبقى لازم اقضي قيمه الاوردر تكست في الانشاليز فاليو او في الديكليرد فاليو اوردر تكست بيساوي اوردر فروم سي او سي ام، لازم ادي قيمه للاوردر تكست. طب لو استخدمت الريف وقفت الكود ده مش لازم. يبقى ده كده اول فرق من الريفرنس وبين الاوت. طيب تعالوا هنا برضو لو جيت هنا قلت له مثلا string order text
وسكت ما اديتلوش قيمة، هيعترض هيقول لي use unassigned local variable order text. طيب يبقى الريفرنس لازم ادي قيمة في الانشالايز فاليو. لو جيت هنا قلت له اي قيمة مش هيعترض. طيب الكلام ده في الاوت، لو جيت غيرت هنا دي اوت وهنا اوت مش هيعترض عادي. الاوت ممكن اعرف المتغير من غير ما اديله قيمه في الانشالايز، اعمل له ديكلير، يكفي ان انا اعمل له ديكلير. يبقى ده الفرق بين الاوت والريفرنس، لكن هما الاثنين اقدر استغلهم في اني ارجع اكتر من قيمه من داخل الميثود. لو ما عندي ميثود بوليون اقدر كمان من خلال الريف والاوت ارجع مثلا قيمه سترينج او انتجر او قيمه اضافيه من خلال الريف والاوت. يبقى كده اتكلمنا عن الميثود، ازاي انشئ ميثودز بطرق مختلفه وازاي استخدمها داخل المشروع، وازاي الميثود بتحسن مستوايا وتحسن ادائي في كتابه الكود. في المحاضره الجايه ان شاء الله هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الهاندلنج سترينجز.